السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نعطيكم الوجبة ديال الغداء اللي هي عبارة عن العدس بالكردس. اللي بغى يعرف الطريقة يدخل يشوف الفيديو إلى الآخر، فهو فيه مجموعة ديال الأسرار والأشياء اللي هي مهمة. فهذا العدس وهذا هو الوقت ديالو بصراحة، هو كيكون يعني الإنسان كياكلو في الفصل ديال الفصل البارد، فهذه هي الوقيتة ديالو مع الكردس هذا بنين لذيذ. غادي نمشيو المكونات، غادي ناخدو الكرداس، غادي نرقدوه بليله من قبل في الماء البارد ما عادي، نخليوه حتى يرطب مزيان. من بعد نتوما كتشوفوه بعد ما رطب مابقاش قاسح، لانه هو ملي كنيبسوه كيقصح، كنشمشوه في الشمش. باش غادي نخلي لكم الرابط باش تشوفوا كيفاش كنديروا الكرداس. كنيبسوه تيولي قاصح، يعني تقدروا ديروه في شي حاجه، في شي قرعه ولا شي حاجه، وكتخليوه في الكوزينه عندكم في المطبخ، وكيبقى عادي ما تيطرالو حتى شي حاجه. من بعد ملي كنرطبوه في الماء كيولي هكا، يعني تيرطب. عاد كناخذوا الماء، كنغليو الماء مزيان، كنحيدوا داك الماء اللي كان من قبل، وكنكبوا عليه الماء غليان باش نعقموه، لان نتوما كتعرفوا بان ملي كنيبسوه كنيبسوه في الهواء الطلق، يعني كنديروه في السلك وكنديروه في السطح ولا في شي حاجه، كيبقى منه للشمس وكيبقى يعني كياخذ التراب، كياخذ كتعرفوا الذباب، كيبقى كيتحتفق منه بزاف الاشياء. لهذا كندير انا دائما الطريقه كنفرغ عليه الماء الغليان، كنخليه يعني حتى يدفى، من بعد كنعاود نحيدو ونشللو، عاد تنبدا نطيبو. المهم هذا الكرداس ديال هذا العام، هذا يعني ما بقى فيه والو هذا العام. صافي غادي نخليه حتى يدفى، من بعد غادي نغسلو باش نمشيو للطريقه ديال التحضير. غادي ناخدو واحد جوج ديال البصلات، بصلات خضاريات، لان وقتها هادي كنقطعوها طريفات صغار مكعبات، كنديروها في طنجره ديال الضغط، كنديروها في طنجرة ديال الضغط باش اننا يعني باش ان الكرداس يطيب، لان انتم كتعرفوا الكرداس ملي كيكون يابس تيخصو شويه الوقت. درنا البصله ديالنا، هاد الطنجره ديال الضغط ضحكيه، وترسو لي هذوك الودينات وما لقيت ليهاش الوقت نديها باش نصيبها. هاد الكرداس بعد ما كما شفتو غسلته وشللته درتو في شبيكه باش يسقط من داك الماء ديالو، غادي نديروه ويطيب. اول حاجه هو الكرداس خصو يطيب مع البصل، كنديروه مع شويه زيت الزيتون، ما نكثروش بزاف ديال الزيت، لان هو اصلا فيه الاحشاء ديال الخروف، وكنتم كتعرفوا بان كتكون فيها بزاف ديال الزيوت الشحوم، لان يعني كنديروا الاشياء اللي ما كنشويوهاش كنديروها هي اللي كنديروا بها الكرداس. غادي نديرها فوق النار باش انها تشحر ليا شي شويه مع بعضيتها البصله مع الكرداس. من بعد كناخذوا يعني واحد مقراجه ولا شي حاجه نديروا فيه الماء يغلي، خصو يكون ماء طايب. عاد نمرقوا هاد الكرداس مع البصله، نديروا الماء الكافي فاش غادي يطيب، ضروري ديروا الماء يكون طايب. ديجا هاد الماء اللي عندنا في الروبينيات بصراحه ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله، انا شخصيا صراحة الماء من ما تنطيبو كنلقى فيه التخت، يعني كنطيبو تشوفو غير الكسرونة ديالي كل ما طيبت فيها كنلقاها ولا بيضة، معرفتش اش هادشي. المهم كتمرقو على القياس اللي غادي يطيب لكم فيه الكرداس، وكتسدو عليه وكتخليه يطيب، يعني كتحسو بيه طاب، حيت هو واخا تيطيب تيبقى شاد راسو، ماشي تيدوب. بعد ما طاب داز تقريبا واحد نص ساعة، طفيت عليه يعني مزيان في الطياب ديالو مزيان، لان مازال غادي نضيفو العدس. انا هاد العدس هذا رطبته بيومين قبل، درتو في واحد العلبه، وكل مره كنبدل ليه الماء، كل مره كنبدل ليه الماء وكنغسلو حتى باش يتحيدو منه دوك الليكتينات اللي كيكونوا فيه، اللي كيخليونا ان نحسو بدوك المشاكل ديال الغازات. من بعد درتو في الصفايه باش يتصفى، درتو مع الفلفله حاره، درت معاه الباديان ورقه ديال الرند. غادي نضيف الماء الكافي باش انه يطيب، لان العدس مازال غادي يتنفخ غادي يحتاج الماء. نديرو التوابل، شتو دابا درنا الماء الكافي باش غادي يطيب، الفلفله حاره هذيك اجباري عندي انا لما كتعدي الفلفله حاره بحال ما كليت بصراحه، والله ولفتها بزاف. المهم كناخدو معلقة كبيرة ديال التحميرة أو الفلفل الأحمر، معلقة صغيرة ديال الكركم، معلقة صغيرة
نقلب شويه ديال الزنجبيل، نص معلقه ديال الفلفل الاسود البزار، كناخدو تقريبا نص معلقه زايد ديال القزبور حبوب، كمون، الكمون الصوفي والكمون العادي، ندير شويه شويه. هادو مكونات كندير، كندير معاهم حتى شي شويه ديال الكرويه، الكرويه ضروريه مع القطاني، تنديرها دائما، تدير واحد راس معلقه ديال الكرويه باش ان دوك الغازات والكتيرات اللي كيكونوا في سميتو كيزولوا. كنديروا هذه طماطم، صلصه طماطم، بعد ما عطيتكم الطريقه كيفاش نديروا الصلصات، كنحضروا الطماطم كنطيبوها ونخليوها حتى تنشف تماما من الماء ديالها، كنطيبوها عيف معاها، ومن بعد كنطحنوها كنصفيوها وكنديروها في علبه وكنديروها في الثلاجه، كنبقاو نهزو منها. يعني بغي نديروا الشوربات، كنبغي نديروا هذوك المعجنات، كنبغي نديروا بحال هكا القطاني، فتتكون واجده عندنا. كندير واحد الكميه، كندير فيها شويه الملح شويه ديال الزعتر، وكتبقى عندنا في الثلاجه واحد الفتره، يعني كنبقى نستعملو منها يعني دغيا كتسالى. صافي درت الصلصه ديالنا، خلينا العدس ديالنا حتى طاب، حضيناه وكل مره كنطلعوا عليه. اخر ما غادي نزيدوا ليه هو القزبر معدنوس. ما نسيت ما قلت لكم بانني درت الثومه في البصله في الاول، باش ما تحل لكم ما درتش الثومه، انا الثومه عندي اجباريه، درت الثومه في البصله. الملحه كذلك ما تنساوش، ولكن ديروا بالقياس لان الكردس كيكون ملح. غير بصراحه انا الكردس ديالي ما عمري ما درتو ملح بزاف، دائما تنديروا بالقياس، بصراحه ما عمري ما حسيت به ملح. المهم كنديروا اخر حاجه او اللمسه الاخيره هو القزبر المعدنوس، كنخليوه يغلي واحد المده قصيره غير باش يطلق ليا في وسط العدس، ومن بعد نرفعوه وكنحطوه في شي طويجين ديال الطين. وهانتوما كتشوفوا غداء ممتاز رائع جدا، المذاق ديال الكرداس اللي كيطلق لينا في العدس، بصراحه انا تعجبني بزاف بزاف بزاف. قدمت لكم في الطويجين ديال الطين مع الفليفله، قطعت لكم الكرداسه باش تشوفوها من الداخل كي دايره، بصراحه الكرداس لا يقاوم. شفتوا كي داير ملي كنقطعوه هكا، داير مع دوك المسرنات، المسرنات ديال الخروف انا كنضفرهم بحال الضفيره وكنلبسهم، كيجيو بنانين حتى هما في الماكله ديالهم. الفلفله حاره وورقه ديال الرند كما شفتوا، كنقدم لكم هذا الطاجين هذا في هذا الجو البارد هذا بالصحه والراحه، ما تردوش انكم ديروه، بصراحه مهم جدا. ايوا نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد وشهوه جديده، وما تنساوش تشاركوا معايا وديروا جيم.